السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. اليوم سوف ناخذ درس جديد من دروس التربية الدينية الإسلامية بعنوان يسر الإسلام في الطهارة. تعالوا كده، يسر الإسلام في الطهارة. يسر يعني سهولة، الإسلام دين نظافة وإحنا عارفين كده، المسلم نظيف، فربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك أنا عايزك تكون نظيف وهديك امور ما تبقاش صعبه عليك وسهله علشان رأفه بك وتخفيفا عنك. يبقى يسر الدين الاسلامي كثيرا من الاحكام على المسلمين تخفيفا عنهم ورأفه بهم. يبقى هنقول تاني، لماذا يسر الدين الاسلامي كثيرا من الاحكام على المسلمين؟ فكر فكر فكر، سمع حد شاطر في البيت بيقول لي تخفيفا عنهم ورأفه بهم. تعالوا كده نشوف مع بعض يسر الإسلام في الوضوء. طيب إزاي الإسلام كان يسر لنا أو سهل لنا الوضوء؟ احنا قلنا يسر يعني سهول. إزاي الإسلام يسر لنا الوضوء؟ أول حاجة أجاز التيمم في حالة عدم وجود ماء. التيمم ده، التيمم هو عدم استخدام المياه في الوضوء. أمال بنستخدم إيه؟ بنستخدم التراب اللي احنا بإيه بنتيمم، إيه بنتيمم بيه، بيكون زي الوضوء كده بالظبط، بس بدل استخدام الماء بنستخدم ايه؟ بنستخدم التراب في حاله عدم وجود ايه؟ عدم وجود الماء. طب افكرك بقصه حلوه عن التيمم، عجبتني او كل ما افتكرها ببقى فرحانه وسعيده. اساسا انت عارف التيمم بدا ازاي؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان سير بالجيش، فزوجته وقع منها العقد بتاعها، فخلاص هو عقد وقع منها، خلاص هجيب لها عقد تاني مش مشكله يعني. ولكن الرسول علشان هو بيعمل زوجتهم عمله حسنه وطبعا بيحبهم، عمل الرسول اوقف الجيش وامر المسلمين اللي في الجيش ان هم يبداوا يدوروا على العقد. فطبعا قعدوا مده طويله لدرجه زوجته قالت له خلاص يا رسول الله نجيب عقد تاني مش مشكله، ولكن الرسول عشان هو بيحبها وقف. ولدرجه ان هم بقى في وقت طويل جدا جدا، جه وقت بقى الوقت طال وراح الرسول، عمل ايه الرسول؟ بدأ ينام على كتف زوجته. فاللي حصل ايه؟ ان ابو بكر الصديق دخل، كانت ابنته، دخل عليهم وقال لها ايه؟ بدأ ينغزها، يعني ازاي انت موقفه الجيش كله عشان عقد؟ نجيب واحد تاني مش مشكله، ضع مش هجيب واحد تاني مش مشكله. ولكن هي فضلت ثابته علشان رأفة بالرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده الاذان بدا ياذن وعد موعد الصلاه، فالرسول اجاز الايه؟ التيمم، اللي هو نبدا نتيمم من ايه؟ من التراب اذا لم يجد ايه؟ ماء. باحة الاسلام ان يمسح المسلم على الخفين. ينفع المسلم يمسح على الخفين او الجبيره لو هو متجبس او العصابه بحيث لا يصل الماء الى الجسم، ويغني هذا المسح عن غسل الرجلين او موضع الجبيره او العصابه. يبقى اباحة الإسلام أن يمسح المسلم على الخفين. ينفع المسلم يمسح على الخفين أو الجبيرة لو هو متجبس أو العصابة اللي على دماغه بحيث لا يصل الماء إلى الجسم. خلي بالك فيهم الناس بيكون عاملة عمليات، لو أنا قلت لهم وأنت بتتوضأ امسح على راسك، طب المية جت على الجرح ممكن يموت، ممكن واحد متجبس فهو لو اتوضأ وحط المية على إيده اللي هيحصل إن الجبس هيفك وكده إيده هتتعب بزيادة. ولكن بص من جمال الاسلام، قال لك انا هيصل لك في الطهاره، امسح على الجبيره، امسح على العصابه بحيث لا يصل الماء الى الجسم، ويغني هذا الجسم عن غسل الرجلين او موضع الجبيره او العصابه. تعالوا كده نشوفوا حكم المسح. بيقول لك حكم المسح جائز في الاقامه والسفر ومباح للمعذور وغير المعذور. يعني ايه؟ يعني دلوقتي امسح او ما امسحش، زي ما وضحنا كده فوق وقلنا المسح وفهمنا يعني ايه المسح دوت ونعمله ازاي. فهنا المسح دوت ان انا بدل ما هنيجي هنحط الماء يوصل للجسم نفسه او للجلد نفسه، لا انا ما بحطش على الجلد، انا بحط على مثلا الجبيره او العصابه اللي انا حاططها، او مثلا لو لابس جورب انا بعمل اللي هو الشراب يعني بعمل ايه؟ بمسح عليه او كده. حكم المسح بيكون جائز في الإقامة والسفر، يعني سواء أنا في نفس البلد بتاعتي أو مسافر، ف
فانا ممكن اعمل مسح عادي ومباح للمعذور وغير المعذور. يعني مثلا لو واحد متجبس ده بنقول عليه ان هو معذور، واحد متجبس رابط دماغه مثلا متعوره ورابطها ده معذور، او غير المعذور ممكن اقول مثلا انا لابس شراب بس انا مش هتوضى، او ان انا مثلا هنيجي عايز اجدد وضوئي بس ان انا مش هغسل رجلي بالميه فهعمل على الجورب اللي انا لابسه، انا كده غير معذور بس برضو هو جائز ان انا اعمل ايه، اعمل المسح بتاعي. المده التي يجوز فيها المسح، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الف صلاه وسلام 3 ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. المسح سواء كان على الجبيره او العصابه او الخفين او الجورب بيكون 3 ايام ولياليهن للمسافر. يعني لو انسان مسافر يمسح على رجله يجوز مده المسح 3 ايام ولياليهن. 3 ايام ولياليهن بالبلد بتاعنا اليومين دول اقول له 72 ساعة. يعني انت لو مسافر 72 ساعة ومسحت وما انقضتش الوضوء يبقى ماشي يجوز المسح. ويوما وليلة للمقيم، يعني اللي قاعد ومش مسافر يوم وليلة. يوم وليلة يعني ايه؟ مش هتقعد تفكر اقول لك لا ما تفكرش 24 ساعة. يبقى لما يجي اسالك كده، ما المدة التي يجوز فيها المسح؟ 3 ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. 3 ايام ولياليهن للمسافر يعني بتساوي 72 ساعة، يوما وليلة للمقيم يعني بتساوي 24 ساعة. تعالوا بقى نشوفوا ايه هي شروط المسح على الخفين. دلوقتي احنا قلنا الخف اللي هو ايه، الخفين دول الخفين اللي هم اللي سواء كان الجوارب اللي انا بلبسها في رجلي اللي هي الشراب، او الخف نفسه اللي هو الحذاء اللي انا نفسه ايه بلبسه يعني. طيب شروط المسح على الخفين، اول حاجه لبس الخفين او الجوربين على طهاره مائيه فلا يجوز المسح بعد التيمم. يعني ايه؟ دلوقتي قلنا ان من ضمن يسر الاسلام في الوضوء ان هو اجاز التيمم، ممكن ان انا اتيمم في حاله عدم وجود الماء. ينفع بعد ما اتيمم اجي امسح على الخفين او الجوربين وانا بجدد وضوئي؟ لا ما ينفعش. اما الايه، لازم اكون اتوضأت بالماء اصلا عشان امسح بعديه. يبقى المسح دوت ما ينفعش بعد التيمم، لازم تبقى طهارة مائية، لازم يبقى فيه وضوء بالماء، يبقى فيه اغتسال بالماء، لازم الماء يكون لامس الجلد قبل كده عشان ابدأ بعد كده ان انا ايه امسح على الخفين او الجوربين عادي. قال لك يكون الخف او الجورب طاهرا سميكا غير رقيق ولا شفاف بحيث لا ينفذ الماء منه. بص بقى بقول لك إيه؟ انا دلوقتي همسح على الخفين او الجورب، شروطه ايه بقى؟ طاهرا يعني لازم يكون نظيفا، ما عليهوش بقعه، ما فيش ترابه، يكون طاهر جايبه من الدولاب لابسه. سميكا ما يكونش رقيق، ما يكونش زي الشرابات او اللي هي الرفيعه خالص اللي بتبين جلد الجسم، لا يكون سميك زي شرابات القطن كده. غير رقيق ولا شفاف، ما يكونش شفاف يبين ايه رجلك بحيث لا ينفذ منه الماء. يعني انا لو حطيت حبه ميه على رجلي ولقيت ان الميه وانا لابس الجورب ولقيت ان الميه دخلت جوه رجلي يبقى ده ما ينفعش. ولكن لو انا جبت شراب سميك ومسحت بيه على قدمي اللي بيحصل ما دخلتش الماء يبقى ده ينفع امسح عليه. يبقى يكون الخف او الجورب طاهرا سميكا غير رقيق ولا شفاف بحيث لا ينفذ الماء منه. رقم 3 عندنا يستر الخف او الجورب القدم مع الكعبين. يبقى نخلي بالنا كده اهو ان لازم ان لما نيجي نمسح لازم الخف او الجورب دوت بيستر يعني بيغطي القدم مع الكعبين. خلي بالنا الكعبين ده اللي هو ايه، الكعبين ده مش اللي هو من تحت، خلي بالك انت الكعب بتاعك طالع لفوق كده اهوت لحد العظمه اللي بتلاقيها بارزه فوق الكعب، هو ده يعتبر كل ده كعب، مش كده؟ نخلي بالنا من الحته دي، ما حدش يلبس كده الشراب اللي هو بيبقى عند الرجل من تحت كده خالص ويقول انا همسح عليه، ده ما ينفعش نخلي بالنا. يبقى لازم ان الخف او الجورب لازم يغطي القدم مع الكعبين، الكعب اللي هي العظمه اللي فوق الكعب من تحت، يبقى لازم ان العظمه دي كمان اللي حد فوق يبقى الشراب مغطيه كله، او الجورب او الخف لازم يبقى مغطيه كله، ما حدش يبقى لابس الشراب اللي طالع جديد دوت اللي هو بيبقى مجرد لامس الكعب من تحت دوت ويقول انا همسح عليه، ده ما ينفعش، ده ما يعتبرش ان هو ستر الكعب كله، نخلي بالنا من الحته دي. مبطلات المسح، هي في يعني ايه مبطلات المسح؟ يعني في حاجات لو فعلها المسلم هتبطل المسح، لازم بقى يقلع ويبدا يتوضا
يتوضى تاني. حدوث ما يوجب الغسل. بص بقى، انا دلوقتي نقضت وضوئي، اعمل ايه؟ تقلع الشراب او الجورب وتبدا ايه؟ توضى تاني. مش ده حدوث ما يوجب الغسل؟ اتنين. من مبطلات المسح يعني ان دلوقتي المسح ما ينفعش، لازم ان انا اعيد وضوئي مره اخرى، خلع الخفين او احدهما او حدوث خرق فيهما. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو قلعت الخف او احد الخفين او الجورب بتاعي او خلعت واحد بس ما ينفعش امسح عليه. انت لازم لما تلبس الجورب بتاعك دوت يبقى انت توضيت، بعد ما توضيت على طول لبسته ما قلعتهوش تاني. يعني ما تقلعش الشراب بتاعك او الجورب بتاعك وتمشي في اي مكان وبعدين تيجي تلبسه وتقول لا ده انا كنت متوضي من قبليه فانا همسح عليه. لا، هو انت توضيت قبل ما تلبسه على طول؟ لا، انا خلعته في فتره وما توضيتش، يبقى ما ينفعش ان انا امسح عليه. انت لازم لما تبقى لابسه تبقى لابسه على طهاره، على وضوء، اتوضيت ولبسته على طول. لو خلعته وقعدت شويه ولبسته تاني ما تمسحش، لازم يبقى فيه وضوء قبليه. يبقى خلع الخفين او احدهما او حدوث خرق فيهما. افرض اللي هو اتخرم في ثقب حصل فيهم وانت لابسه، يبقى كده خلاص، انت كده خلاص بقى شفاف يعتبر، او ان هو في جزء دلوقتي ممكن يسمح بدخول الميه فما ينفعش. يبقى لازم ان انت دلوقتي تتوضى تاني ما تمسحش عليه. انهاء مدة انتهاء مدة المسح. من مبطلات المسح انتهاء مدة المسح. يعني ايه انتهاء مدة المسح؟ احنا عارفين ان الرسول قال في حديثه ان مدة المسح للمسافر 3 أيام وليالهن، وقلت عليهم 22 ساعة، يعني 24 و24 و24 هيكون 22 ساعة. وقلنا مدة المسح للمقيم 24 ساعة يوم وليلة. طب انتهت مدة المسح؟ أنا مسافر عدت 3 أيام وأنا مقيم عدى ال 24 ساعة، خلاص تقلع وتبدأ تتوضأ من أول وجديد وتلبس إيه؟ شراب تاني ونضيف، أو هو لو نضيف تلبسه إيه تاني. يبقى من مبطلات المسح حدوث ما يوجب الغسل، خلع الخفين أو أحدهما أو حدوث خرق فيهما، انتهى مدة المسح. تعالوا بقى نشوفوا مع بعض ايه هي مبطلات الوضوء. يعني ايه مبطلات الوضوء؟ يعني الحاجات اللي ممكن تحصل فلازم ان انا احتاج ان انا اتوضى مره اخرى. كل ما يخرج من السبيلين كالبول والغائط والريح. يعني اي حاجه تخرج من السبيلين كالبول والغائط والريح، يعني انت لو دخلت الحمام او اخرجت ريح يبقى لازم ان انت تتوضى مره اخرى. ما ينفعش ان انا اقول لا انا متوضي، لا الوضوء بتاعك كده خلاص بطل، ما ينفعش، لازم تعيده تاني. يبقى ان انت لو دخلت مثلا الحمام او كده يبقى ما ينفعش ان انا خلاص اقول ان انا متوضي، لا ده انت لازم هتعيد الوضوء ده تاني، لان ده من مبطلات ايه؟ الوضوء. يبقى كل ما يخرج من السبيلين كالبول والغائط والريح. رقم 2 اللي هو مس عضو، التناسل عند الرجل او المراه ببطن الكف او الاصابع دون ايه؟ دون حائل. يعني ان انت دلوقتي لو جيت وجيت مسيت بس مجرد المس لعضو التناسل سواء كان الرجل او المراه بباطن الكف يبقى لازم ان انت تتوضى. لو انت مسيته دون حائل يعني من غير اي غطاء او من غير اي لبسه او اي حاجه مغطيه، يبقى كده ايه؟ انت كده لازم تعيد الوضوء مره اخرى. ثالث حاجه النوم المستغرق الذي يزول معه الادراك. بص كده، في فرق بين انا قاعد وعيني غفلت وانا حاسس بكل اللي حواليا. في فرق لما اقول لك انا نمت نوم مستغرق، نايم مش حاسس باي حاجه. لما انت بتنام ومش حاسس باي حاجه ورحت في نوم عميق ومش فاكر اي حاجه ولا حاسس باي حاجه، لازم تقوم تتوضى تاني حتى لو قبل ما تنام متوضي. يبقى انت لاقي النوم المستغرق الذي يزول معه الادراك من مبطلات الوضوء. يعني مثلا ان انت دلوقتي احنا عارفين ان احنا بيستحب ان احنا ننام على وضوء. ما ينفعش ان انا مثلا اتوضيت قبل ما هنام وبعد كده انا بتوضى وانام. انا بحب ان انا اتوضى على وضوئي، ده طبعا سنه من الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يتوضى وينام. ما ينفعش ان انا اقوم صلاه الفجر واقول انا متوضي قبل ما انام واصلي. لا طبعا، انت لو تعرف ان انت بتقوم الفجر عشان تصليه لازم تتوضى تاني. انت مالكش دعوه بالوضوء اللي انت توضيته قبل ما تنام، دي حاجة ودي حاجة. يبقى المدام ان انت نمت نوم مستغرق يعني نمت نوم طويل مش مدرك ايه اللي حصل، يبقى ان انت مش مدرك ممكن يكون حصل اي حاجة يبطل الوضوء وانت نايم ومش حاسس. يبقى لازم ان انت تعيد الوضوء مرة اخرى او ان انت تجدد وضوءك مرة اخرى. طب انا عايز اسألك سؤال يا مستر. طب انا دلوقتي توضيت وانا في المسجد وقبل ما الشيخ يقيم الصلاة سندت راسي على
على عمود من الاعمده، بس انا حاسس بكل حاجه وعيني غافله. بس انا حاسس لو انا ما اللي انا نقضت الوضوء ولا لا، لما يجي يقوم الصلاه اصلي ولا اتوضا؟ لا، ما انت ما دام مش عارفه ان اتنقض الوضوء او ما اتنقضش، يبقى كده في عدم ادراك. ما دام ما فيش ادراك، ما انت مش عارفه، انت دلوقتي قاعد مش عارف يا ترى انا نقضت وضوئي ولا لا، هو كده يبقى في ادراك؟ ما دام انت مش عارف يبقى ده عدم ادراك، يبقى تقوم تجدد وضوءك تاني. لكن لو انت غمضت عينك مثلا وانت قاعد، يعني مثلا ساعات كده واحنا قاعدين في صلاه الجمعه تلاقي مثلا الناس الكبيره في السن قاعده مغمضه عينيها عشان تركز اكتر في الكلام بتاع الشيخ وهو بيتكلم. هم مش ناس نايمه، هم مش قاعدين نايمين، لا دول بيسمعوا، يعني مدركين، يعني فاهمين وسامعين الخطبه كويس جدا. معنى كده ان هم هيقوموا يتوضوا؟ لا، هم ما ناموش، هم مجرد ان هم غمضوا عينيهم، هم ما ناموش، ما راحوش في النوم، دول كانوا مركزين في الخطبه وبيسمعوها. ايه؟ بيسمعوها كويس. لكن لو انت عينك نامت او ان هي غفلت وانت مش مدرك انا يا ترى نقضت وضوئي ولا لا، يبقى كده معدل ادراكي، يبقى لازم تجددي. طب ممكن اسالك سؤال تاني؟ طب افرض حضرتك وانا ماشيه في الشارع وانا مريضه صفه، ففجاه انا متوضيه وماشيه وفجاه اغمى عليا. طب ايه اغمى عليا وجات لي غيبوبه السكر، اعمل ايه؟ لا، اقوم او بعد ما قمت اتوضى ولا اصلي ولا اعمل ايه؟ الاغماء ما دام في اغماء يعني عدم ادراك، ما دام اغماء يبقى عدم ادراك، مع الاغماء لازم اجدد الوضوء بعد كده مره اخرى. ما دام ان حصل اغماء يبقى لازم ان انا ايه؟ ان انا اجدد تاني وضوئي. وهي دي بقى رقم 4 من مبطلات الوضوء، بيقول لك زوال العقل سواء كان بالسكر ام الاغماء ام بالدواء كالبنج مثلا. طب انا دلوقتي رحت عملت عمليه، انا طبعا خايفه من ربنا وخايفه من العمليه دي يكون اخر لقاء، فانا قبل ما اخش العمليه اتوضيت وبعد كده دخلت عملت العمليه وخدت البنج، وانا رحت بقى وما اعرفش ايه اللي حصل لي، انا قمت بقى من العمليه، فهم بيقولوا لي انت عايزه اول حاجه تقومي من العمليه تعملي ايه؟ قلت لهم عايزه اصلي ركعتين شكر لله اللي ربنا قومني بالسلامه. يبقى انا كده اتوضى ولا انا اتوضيت قبل العمليه؟ دلوقتي احنا عندنا البنج، دلوقتي طبعا احنا عارفين الطب الحديث دوت، فيه بقى البنج الكلي والبنج النصفي. البنج النصفي دوت ما بيبقاش فيه زوال العقل، احنا بيبقى مثلا بيبنجوا الجزء اللي هيحصل فيه العمليه او الجراحه ديت، فالعقل لسه موجود. فدي انا ممكن ان انا مثلا لما هقوم هيبقى فيه الصلاه عدل لان كده ما فيش غياب عقل. لكن البنج الكلي انت نايم نوم مستغرق، انت مش واعي لاي شيء، فده لا لازم هنجدد الوضوء لان هنا في زوال للعقل بسبب البنج. يعني افهم كده من كلام حضرتك ان من مبطلات الوضوء لو انا زوال العقل اللي انا نايم مش حاسس سواء كان بالسكر او بالاغماء او بالدواء كالبنج، يبقى معنى كده ان انا لازم اتوضى تاني. لازم تتوضي تاني لان كان في زوال العقل، يعني مش مدركه لاي شيء حصل حواليك. طيب كيفيه المسح على الخفين او الجورابين؟ طيب بص يا مستر، انا دلوقتي عايزه امسح بس انا مش عارف، حضرتك عمال تقول لي المسح طول الدرس، انا عايزه اعرف كيفيه المسح. بص حضرتك بيقول لي ايه؟ يضع المتوضا اصابع اليد اليمنى بعد بلها على مقدم الخف او جو او جو او جورب الرجل اليمنى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي انا لما هنيجي هنمسح على الخف بتاعي او الجورب بتاعي، انا دلوقتي هاجي هبل ايدي اليمين واحطها على مقدم الخف او الجورب، يعني همسح رجلي اليمين من فوق. ايوه، نخلي بالنا بقى من الحته دي عشان انا كنت بتلخبط وبمسحها كلها. لا، المسح ما يبقاش لكله، انت بتمسح رجلك اليمين بايدك اليمين هتبلها وتمسح، وخلي بالنا المسح بيكون مره واحده بس، يعني مش زي ما بتتوضى بتغسل رجلك 3 مرات. لا انا همسح كتير عشان الشراب يتبل. لا ما ينفعش، احنا هنمسح مره واحده لان احنا مش عايزين الميه توصل للرجل. أيوة. فانت هتيجي هتبل ايدك اليمين وهتروح جاي على الجورب بتاعك من فوق مش من تحت. المسح من فوق مش من تحت، هتيجي مره واحده بايدك اليمين على رجلك اليمين هتمسحها كده من فوق لحد ما توصل بيها للكعب، من فوق مش من تحت. احنا قلنا ان الكعب بتاعك دوت لحد العظمه اللي فوق الكعب، مش من تحت، من فوق. تمام، يبقى هتمسح مره واحده، تيجي تدل ايدك اليمنى كدهوت على مقدم الخف او الجورب على الرجل اليمنى، الايد اليمين مع الرجل اليمين، الايد اليمين مع الرجل اليمين مره واحده من فوق، والرجل الشمال مع الايد الشمال. طالما طبعا الايد الشمال هيبقى الرجل ايه؟ اهو صح، اهو قال اهو. ثم يضع اصابع اليد اليسرى على مقدم خف او جورب الرجل اليسرى، يعني هيمل ايده الشمال او الايد اليسرى ويمسح بيها على رجله اليسرى، والمستر قال لنا من فوق مش من تحت ولازم اوصل للكعبه من فوق، يعني امسك كده رجلي كلها من فوق.
كده زي ما عملت في رجلي اليمين هعمل برضو في رجلي الشمال، يبقى الايد اليمين للرجل اليمين والايد الشمال للرجل الشمال للرجل الشمال. يبقى ما تبلش ايدك بقى اليمين مره واحده وتروح عامل على رجلك اليمين وجاي على رجلك الشمال بالمره، لا، كل ايد مع الرجل اللي معاه يمر بالاصابع الى الساق فوق الكعبين ويفرق قليلا بين الاصابع. مش الكلام الكتير ده اللي حضرتك قلت عليه ان احنا بنمسح بالرجل من فوق وبحيث ان هي توصل للكعبين؟ تمام. يبقى هنا ان انت هتمر كده بالاصابع، هتيجي تاخد من صوابعك من قدام، هتيجي الاول هتفتح صوابع رجليك إيه؟ مش هتضمهم وانت لابس الشراب، بس انت وانت لابس الشراب انت مش هتدخل من جوه. انت هتيجي كده يعني ايه، يعني تحس بصوابعك بالفروقات بتاعت رجلك، واخد بالك انت ازاي صوابع رجلك كده انت فاتحهم، هتلاقي ان صوابعك كده وانت جاي هتحس ان هم داخلين وسطهم، بس انت طبعا مش داخل وسطهم لان انت لابس الجورب بتاعك، وهتيجي هتروح جاي ايه كده هو عامل من فوقيه وكده اهو لحد ما توصل للساق اللي هو فوق الكعبين. هو كل ده احنا قلنا اسمه كعب، فهو عايز يوضح لك هنا ان الساق فوق الكعبين، يعني بيقول لك ان الكعب خد حته من فوق اللي هي العظمه اللي فوق زي ما وضحنا مع بعض. يكتفي بمره واحده عند المسح، ما انت قلت لنا مره واحده طبعا ما ينفعش كذا مره، عارف ليه يا مستر؟ علشان خاطر كده الشراب هيتبل. ايوه، احنا ما ينفعش الميه توصل ايه، توصل ل الرجل من جوه، لان طبعا اصلا احنا عايزين نعمله طهاره للجسم، ان الجسم بيكون طاهر. تخيل كده لو في ميه وصلت للشراب ريحه الرجل هتبقى مش حلوه. ايوه طبعا. فانت ما ينفعش توصل ميه وكده يبقى رجلك مش نضيفه اصلا، هيبقى ريحتها مش كويسه. ايوه طبعا. فانت عشان كده هي مره واحده وما توصلش الميه لايه مستر. طب ممكن اقول انا فهمت ايه؟ تمام. بص انا فهمت من حضرتك ان كيفيه المسح على الخفين ان بمسك ايدي اليمين وببلها وبمسح بيها رجلي اليمين من فوق، وبمسك ايدي الشمال وببلها وبمسح بيها رجلي الشمال من فوق، يبقى ايدي اليمين مع رجلي اليمين، ايدي الشمال مع رجلي الشمال. وكمان وانا لابس الشراب اعمل ايه؟ افتح بين الاصابع واحاول ان انا اخلي الايد بين الايه؟ بين الاصابع، ويكون المسح مره واحده فقط. تمام. نيجي بقى معادنا لسؤال بقى المتفوقين، نشوفه كده. السؤال بيقول لك اذكر المدة التي حددها الرسول للمسح على العصابة. يعني انت دلوقتي لو هتمسح المدة اللي حددها الرسول قد ايه؟ طبعا احنا عندنا مدة للمسافر ومدة للمقيم. طب انا سمعتها كذا مرة. لا بلاش، ده سؤال للمتفوقين هيفكروا فيه وهيحلوه مع بعض، وان شاء الله على موعد في لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.